حدث طال ترقبه وبات يلوح في الأفق القريب، افتتاح مبنى الركاب الجديد T4 يحل غدا بإذن الله بحضور حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه. تغريدات اليوم انطلقت احتفالا بالحادث القادم، ما جعلت المغردون يتداولون الصور ومقاطع الفيديو عن الصالة الجديدة ذات تصميم الحديث الخلاب. المغردون أجمعوا على أن الكويت تشهد عهدا من الإنجازات والتطور، سألنا المولى عز وجل أن يحفظ الكويت ويديم عليها الإنجازات.